السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض بيتزا. دلوقتي معايا مكونات البيتزا زي ما انتم شايفين اهو. انا طبعا كاتبه لكم المكونات بس اقولها لكم تاني. معانا كيلو دقيق او 4 كوبايات كبيرة من الدقيق، ومعانا ربع كوباية زيت، ومعانا خميرة فورية، كيس خميرة فورية، ومعانا علبة زبادي عادية، ومعانا 2 معالق كبار من لبن البودرة، ومعلقة سكر صغيرة، ومعلقة ملح كبيرة، وطبعا مية عشان طبعا نعجن بيها. اللي طبعا ما عندوش العجينه، انا طبعا هعجن في العجينه طبعا المضرب العادي، طبعا زي ما وريتكم قبل كده اللي انا عملت بيه طريقه العيش بلحمه عن طريقه البيتزا، فممكن اللي ما عندوش العجينه يعمل بالمضرب العادي، مفيش مشكله. دلوقتي هنحط ربع كوبايه زيت، طبعا دي الزيت ده كتير، ده نص، هنحط ربع بس، تمام، وهنحط الخميره الفوريه، نحط اللبن، 2 معالق لبن كبار، ونحط 2 معالق السكر الصغيرة، 2 معالق الملح الكبيرة، وهننزل بالزبادي، ونحط 0.5 كوباية مية، مية دافية، وهنشغل العجينة. هنشغلها على درجة قليلة، هنضربها مع بعض كويس، وبعد كده هنزل بالدقيق حبة بحبة زي ما انتم شايفين اهو. العجين نحط حبة بحبة، وكل ما تحتاج ميه هنزودها ميه، اول ما العجينه تبدا تسخن معانا نحط لها ميه. وهنبدا نضرب كانك بتضربي بالظبط بالمضرب العادي. العجينه اهي زي ما انتم شايفين، هننزلها بقى. العجينة عاملة ازاي؟ العجينة عاملة ازاي؟ العجينة ايه هنا؟ العجينة هنحطها بقى وهنغطيها، هنكيسها اهي، هنسيبها تخمر وارجع لكم تاني. هنعمل مع بعض طريقة الصوص بتاع البيتزا. طبعا دي اصعب حاجة، اي حد يقعد يقول دي مشكلة، دي صعبة جدا، مفيش اسهل من كده. دلوقتي معانا ده عصير طماطم، بس انا ضربه في الخلاط ومصفيهم، تمام. دلوقتي في طماطم اهي انا مقطعاها، وهقطع الطماطم دي لو حبيت ان انا اسلقها وان انا اشيل منها القشر بنفس الطريقة دي. طبعا غليت الميه اهي، الميه زي ما انتم شايفين، بغلي ميه، بحط عليها زيت، نقطه زيت، وبحط عليها 2 معالق ملح. دلوقتي احنا حطينا الملح والزيت وميه تبتدي تغلي، هنحط فيها الطماطم اللي احنا مقطعينها زي ما انتم شايفين كده، دي طريقة اللي احنا نقشر بيها الطماطم. الطريقة بقى اللي انا هوريها لكم النهاردة هي طريقة سريعة، بالنسبة لسه هنقشر ولسه هنسلق ولسه مش عارفة ايه ونشيل قشرة، فاحنا هنعمل ايه؟ نجيب الزيت اهو، 2 معلقتين زيت كبار. طبعا الطريقة دي نفس الطريقة اللي هي هنقشر بيها الطماطم بالظبط، بس انا بعمل لكم الطريقة السريعة البني ادم يعني ما ناخدش معاها وقت. دلوقتي احنا جبنا 3 فصوص توم اهو، انا ممكن اضرب الثوم مع الطماطم واصفيهم مع بعض، بس انا عايزه ريحه الثوم اهو. قطعناه طبعا، مقطعه كرات صغيره جدا، ملعقه الثوم، نحط زعتر،
نحط معلقتين زعتر كبار عشان الكمية اللي عندي كمية كبيرة. معلقتين كده مع بعض، طبعا ريحة الزعتر مع الثوم ريحة رهيبة. في طبعا اللي بيحب يحط ورق راولي، وطبعا انا ما بحبش احط البصل، بحب ان انا اعمله ثوم. وطبعا انا لو موجود عندي الهراسة كنت انا دلوقتي هرسته، بس انا طبعا هخليه على الوضع بتاعه ده. انا ممكن ان شاء الله الحلقة الجاية مع الطماطم اللي انا بغليها دي ممكن انا اهرسها. احنا مش عايزين يتحمر مع بعض، احنا دوبك ايه، انا عايزه بس ريحه الثوم مع الزعتر. بعد كده هننزل بعصير الطماطم اللي احنا مصفينه، هننزل بيه. هنحط بقى البهارات بتاعتنا، عندنا ملح، معلقة ملح كبيرة، ومعلقة سكر صغيرة، أهم حاجة السكر عشان يبقى زي الكاتشب. وعندنا فلفل أسمر وشطة وبابريكا. وطبعا هنسيبهم مع بعض على النار لحد ما يستوى، هنوطي عليها ونسيبها على نار هاديه. الطماطم اهي خلاص سلقت، شايفين الطماطم القشر طلع منها ازاي. طبعا احنا طبعا عشان الميه سخنه هنحطها في ميه بارده عشان نعرف ان احنا نقشرها اهي، تقشر معانا بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بالسكينه هنشيل الروس بتاعتها. شايفين الطماطم طبعا هتبقى كل الطماطم اللي عندنا بنفس الطريقه دي. طبعا اللي عايز يقشر الطماطم ويسلقها هيعملها بنفس الطريقه، ونفس الطريقه اللي انا عملتها ان احنا هنحط الثوم مع الـ مع الـ مع الـ مع الزيت، وهنحط الطماطم ونهرسها، او عايزين تبرد نضربها في الخلاط. رجعنا تاني هنشوف الصوص بتاع الطماطم، الصلصه بتاعتنا عملت ايه. شايفين حلو قوي الصوم كده بتاع الصلصه، شايفين تمام. هنطفي عليها ونسيبها تبرد. العجينة اهي بعد ما خمرت شايفين العجينة، نحطها مع بعض. نجيب بقى العجينة دي عشان هنعمل صينية كبيرة، نجيب رشة دقيق سنية زيت، بعد كده هرسها. كده العجينة هنصبها كلها فوق بعض، كل العجينات ده انا بقفله في الاخر. معانا صوص طماطم وجبنه موزاريلا، ومعانا بسطرمه وجبنه تركي مبشوره وزيتون مخلي، ومعانا فلفل الوان ترانشات وطماطم ترانشات. اول حاجه هنحط صوص الطماطم، بعد
هقفل واعمل لها شكل كده، هعمل لها شكل اي شكل البيتزا اهي. طبعا انا مسخنه الفرن على درجه 180 وبقلف هنا وشيف. يا رب طريقتي تكون تعجبكم.